هانم انت بتموت ولا بتنفس دي؟ هانم هانم ايه عرب فيك؟ خرب بيتك يا بيت، بتصحي تغمضي عينك ونايمه مفتحه عينك. ايوه ماني بنام وانا فاتحه عيني عشان امل عيني منك. يا سلام على الدلع اللي هيجيب لي الرعب. وايه اللي جابك تنامي جاري يا بيت؟ جاي. يا سلام نايمه مفتحه عينك، نايم جنب ناشونال جيوغرافيك. هاني اللي بتقوله ده يا عرب، انا مش فاهمه حاجه، بس قلبي بيقول انك بتقول حاجه تزعق. انا زعلانه منك. خلاص يا بيت يا بنت، خلاص ما اقدرش على زعلك. لا فين الضحكه الثقيله اللي بحبها؟ والله العظيم يا بنت متوحشك. بقول لك ايه، امبارح وانت معديه كده لمحت رجلك. رجلي فيها يا بنت؟ ما انا جوزي. ايوه صح، من حق اشوف رجلك وايدك كمان. لا فيعني جيب بالي كده فكره قصيده على رجلك. بجد يا عربي؟ اي والله. كتبت لي قصيده زي زمان؟ طب قول. اسمع يا بنت، فخاد العالم ما تهز الشعراية مني، عشقتك يا هانم غصب عني، ولو خيروني بينك وبين أي حيوان هختار الحيوان وأذبحه عشان أنا جعان. وعربي. الله الله يا سعرب، حلوة قوي. حلوة صح؟ قوي. بفكر أبيعها لمحرم فؤاد. بيعها يا نن عاني للي تبيعها لي، كفاية إنك تعبت نفسك وكتبتها لي. يا فرحتك يا هانم، قاعدة وقدامك القمر وقاعدين في الطل والدنيا هدوء. يا مصدي الحقوا يا أهل الجزيرة، الحقوني في حرامي وسطينا. إيه بتزعقي ليه؟ الواحد ما يعرفش ينام في الجزيرة دي، إيه اللي حصل؟ الأكل اللي كنا هنتقود به لحد ما حد يجي يلحقنا اتسرق. يا نهار أسود ومنيل، اتسرق؟ ده مين اللي سرق الأكل ده؟ والله ناكل مصاريله. ايوه فرج عنده حد، احنا اول ما نلاقيه ناكل مصاريله مع فرج. في سؤال بسيط كده يا انسه لو سمحتي، هو في حد غيرك كان يعرف مكان الاكل ده فين؟ انت بتتهمني؟ عيب اللي بتقوله دون يا استاذ ايمن. انا لا بتهمك ولا حاجه، بس يعني قعدتي تقولي كلام كبير قوي. انا اقدم مسؤوليه وانا 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 ايه؟ كنت بتنيمينا ولا ايه؟ خلي بالك يا استاذ ايمن، اللي بتقوله دون بيجرحني. بيقول لك تعرف فلان؟ اه اعرفه. عشيرته؟ اه عشيرته. يبقى ما تعرفوش. امال يعمل ايه يا بنتي بس عشان يعرفه؟ يناسبه يعني؟ لو سمحت ما تطلعش بره الموضوع، انا قدامكم اهو يا جماعه، لو شاكين فيا فتشوني. انا صحيحه غلبانه وفاقده الذاكره، بس على ما اتذكر ان انا بنت ناس ونفسي عزيزه. انا كنت فاكره ان احنا بقينا اسره واحده. صحيح اللي مني مزعلني. ما تظلموش عتاب يا جماعة، مش هي اللي سرقت، أنا عارف مين اللي سرق. اللي سرق ده واحد مننا. برافو برافو يا حضرة الضابط، برافو برافو. ما هو أكيد واحد مننا، مش ممكن يكون منهم لأن مفيش منهم. وبعدين إيه يعني؟ واحد دليفري طيار بدل ما يجيب أكل جه خطف الأكل اللي عندنا. يا ريت يا دكتورة نخلي السخرية بعدين. ليه بتهون علينا الوقت؟ بعدين يا عربي، دلوقتي وقت الحساب. طبعا انا مش محتاج اعرفكم ان اللي سرق هيخش النار، واللي سرق كل النبأ، واللي سرق خير من اللي حرق. كل الكلام ده احنا عارفينه كويس. مين بقى يا جماعه اللي سرق؟ سليم باشا؟ لا، سليم باشا اغنى من انه يعمل كده. عربي، عربي اغبى من انه يعمل كده. دحروق، دحروج أدخن من إنه يعمل كده. فرج، فرج أطيب وأكثر من إنه يعمل كده. أمال مين؟ أستاذنا أيمن؟ لا، أستاذ أيمن أيمن من إنه يعمل كده. اللي سرق يا جماعة ساب خيط رفيع. شامبو باشا، واضح إن بس مش هتفرق، واضح إن حضرتك عمال تهري ومش عارف مين اللي سرق، وتقول أيمن من إنه يعمل كده وأغبى من إنه يعمل كده. أنت أهطل من إنك تكشف مين الحرامي. أنا مفضوح قوي يعني؟ جدا والله. أنا بحاول أعمل حرب نفسية على المجرم عشان ينهار ويعترف لوحده. يا باشا دي حرب مهلبية، ده ميتين ضحك عليه. أنا عندي الحل العلمي. عندك حل قولهولي أنا عشان أقولهولهم. ليه الحل بتاعي؟ حبيبي لو قلته أنت هتتحسد، وبعدين أنا الضابط.
ايوه صح ونعم الاخ. بص الحل ايه؟ احنا نقول مين عايز يخش الحمام، اللي هيخش الحمام اول واحد هيبقى هو اللي سرق الوكل. فكره هايله يا عربي، فكره هايله. جات لك منين؟ دي نظريه التصريف الذاتي للعالم دبليو سي. ده رجالي ولا سيدات؟ ايه هو العالم؟ قول النظريه قول. بقول يا جماعه، حد عايز يخش الحمام؟ انا. لا يا حضره الضابط، دي مرتي واللي انتوا ما تعرفوهوش انها واحده ست وليها معامله خاصه. نزل سلاحك يا شمبوبيه. ايه ده يا هاني؟ ايه ودي زيتوني، كنت عينها امبارح عشان احلي بيها. كويس انك فكرتني. تحلي بيها يا بنت الفرطوس، تحلي بيها يا بنت الفرطوس. هتعملي لي مواجهة فطحاني في كل حته ليه؟ سيبونا اربيها فطحاني، والله فطحاني في كل حته. دي من يوم الفرح كده كلت تورته سبعة ادوار بسكانها يا راجل. يا شيخ عربية صالحة يا راجل، مش حارمها من حاجة والله يا فرج. عايزة تروح دريم بارك بوديها دريم بارك، عايزة دونتس بجيب دونتس. خلاص خلاص يا أخ عرب، مش قدامنا الكلام دوت. خدها على جنب واضربها، هي تستاهل الضرب الصراحة. شوف البرود عم تكمل الزيتونة يا بنت، وأنا اللي ضميري هنبني إني كلت منابك في العشاء. أنت كلت منابي؟ أنا زعلانة منك. كمان زعلانة يا بنت الصرمة. ده يا فرج، أجل يا فرج، دي مرتي. حلال من ايه؟ حلال من ايه يا بنتي؟ اوعى اوعى صار فرج بيك. اوعى فرج اوعى فرج اوعى بس اوعى. انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ قاعد عامل لنا فيها سنو وايت. قوم اجري يا شيخ. ما بتعرفش تقوم، ما بتعرفش تقوم، يبقى نقتلها بقى. سيبني يا عم. ايه ده؟ سيبني. ايه ده؟ انت اللي مالك البلوات يا عم. انت ليه سخنت عليها اكتر مني؟ ايه يا محش، تفتكر مين اللي سرق اكلني؟ ده هو دي هي ده. طيب ايه يا اخوانا، احنا مش هنفطر ولا ايه؟ لا بس احنا ملناش نف، بس انا جعان. انت جعان مش جعان، انت طول عمرك بترمرم راجل رمرام. لو ما كنتيش اكلت الاكل كله كان زمان كلنا فطرنا وشبعنا تفصل. جرى يا حاج، انت هتقتلني؟ ما كانوش 12 ورك فرخ. الله، هي اكلت الاكل كله؟ ما سابتش فتفوته. انا كنت عامل حسابي اكل الفتفوته دي. يلا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله، حوريات البحر. اوه الفستان اللمض منوره. كلهم بتوعي على فكره. حلوين؟ الا حلوين. حلوين قوي، طعمين قوي. اوه القمر والستان الاخضر ده، عروس البحر دي ما شاء الله. بس اللبس ما ينفعش في الاوبن اير ده، عايز اماكن كلوزد مغلقه، ديسكو، مزيكا، جاز، اضاءه. با 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 با. طب هنعمل ايه طيب؟ وبعدين اصلا ما لقيتش غير الدريس العره ده اللي البسه. نعم ملك، ملك يا حبيبتي ملك. لا هو حلو بس ما هو عره، بس مش عارف. بحث. لا عره فشرت، مفيش حد عرة، حتى لو عرة أحلى عرة شفتها في حياتي. إيه ده زلزال؟ نتمنى أن تكون خدمتنا عند حسن ظن حضرتك يا باشا. اتفضل يا باشا. صور، أنا كنت نسيت لأن أنا كنت راكنه للعيد. برافو برافو، انت كويت وكوية تجنن. ده دراي كلين يا باشا بالبخار، شمه كده. ريحته فسيخ بس حلو، تلبس في العيد بقى. اشكر لي القسطى. حاضر يا باشا. حساب كام؟ اللي تجيبه يا باشا. يلا يا سيدي اتفضل. ماشي يا باشا. متشكرين قوي يا باشا والله، متشكرين قوي. بس هنستأذن حضرتك بقى عشان عندنا ضغط، دخلة عيد بقى وانت فاهم. كل سنة وانت طيب يا باشا. كل سنة وانت طيب يا باشا. طيبين. سلام عليكم. سلامة. ايه يا نسعة تاب، عديتيهم ولا لا؟ 30 ازازة. لا مؤاخذة، هاخد ازازة عشان انا عطشان. بقى 29. امسكي يا نسعة تاب، ازازة هي. هو شرب، انا مش عايز اشرب. هو مين يا عم انت؟ سي فرج. امال انت مين؟ فرج.